السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء ضحايا حادث ميكروباص المنيا. حصل مصراوي على قائمة بأسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من مركز صملوط بالمنيا والذي وقع صباح اليوم وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح وكسور متنوعة بينهم 4 حالات في غيبوبة تامة. وفي التفاصيل، تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا إخطار بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من قرية أقصى ووقوع مصابين ومتوفين. دخلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تحمل رقم 9674 نون ألف دال ما أصفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح متنوعة بمختلف أنحاء الجسم. ورجحت التحريات الأولية إلى أن يكون سبب الحادث السرعة الزائدة. أصفر الحادث عن إصابة ماكيريوس ويليام كامل 32 عام، مايكل ماكين دانيال 36 عام، إسماعيل محمود خلف 23 عام، ميار عبد الله عبد اللطيف 23 عام، شريهان عمار عبد الغني 22 عام، رمضة أبو العزايم ومحمد 25 عام، عبير مخلوف رياض 25 عام، فاطمة ماهر يوسف 20 عام، رشا سلامة ملاك 20 عام، لطيفة عبد العظيم يونس 40 عام، فاطمة عادل راتب 20 عام، دميانة سيف داود 20 عام، نادية حنة مجلي 60 عام، جميعهم مقيمون بمركز صملوط بالإضافة إلى 3 حالات وفاة يجري تحديد هويتهم. وتبين إصابة جميع المصابين بكسور وجروح متنوعة من بينهم 4 حالات في غيبوبة تامة، وجرى نقلهم إلى مستشفى صملوط التخصصي لتلقي العلاج. شفاهم الله وعافاهم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.